يقول ما الحكمة من حلف الله بمخلوقاته في القرآن الكريم؟ الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، وإذا أقسم بشيء فهذا معظم عند الله جل وعلا، كمثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي عشر، أي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به والله يقسم بما يشاء، وهو أمرنا ألا نقسم إلا به سبحانه وتعالى، فهو إذا أقسم بغيره فهو عظمه ورفع من قدره، لكن نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله جل وعلا.